السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء في الصف الثاني الثانوي للمدارس اللغات Senior 2، أهلا وسهلا بكم على موقع الخطة التعليمي. والنهاردة هنتكلم عن مادة الفيزيكس اللي عاملة لكم قلق من السنة اللي فاتت، خصوصا مع وجود نظام جديد بيعتمد على الفهم مش على الحفظ. معاكم محمد سامي فيزيكس تيتشر. هنتكلم النهاردة عن مقدمة بسيطة، ايه هو اللي هندرسه في الفيزيكس في الترم الاولاني. لو ركزنا بهدوء كده يا جماعة، اللي احنا هناخده في الترم الاولاني دوت اخدتوه قبل كده في ميدل، بس على قد السن بتاعكم في ميدل بيدوكم معلومات معينة. هنا بقى هناخد تفاصيل كويسة، وما تقلقوش الموضوع مش صعب، هتاخد نفس الكلام بس بتفاصيل موضحة شوية، وخصوصا ان انت بتعتمد على الفهم وليس الحفظ، هتفهم هتحل كتير هتبقى الدنيا كويسة. تعالى كده واحدة واحدة، انت شوقتنا بقى، ازاي يا مستر هناخد حاجات متكررة؟ لا، هي مش متكررة بالظبط، هناخد نفس العناوين بتفاصيل تناسب سنك السنة دي وتعليمك اللي هيؤهلك للمرحلة في التعليم الجامعي ان شاء الله. اول حاجة هناخدها هي الويفز. الويفز اخدتوها قبل كده في ميدل 2، احنا بناخدها السنة دي بتفاصيل معينة. ايه هي الويفز؟ ازاي بتحصل الويفز اللي انت بتشوفها دي؟ ايه الكونديشنز بتاعتها؟ هل الويفز اللي انت بتشوفها دي ليها اسم معين؟ هناخد تفاصيل ما بين حاجه اسمها ميكانيكال ويفز والكتروماجنتيك ويفز، ايه الكونديشنز بتاعه دي وايه الكونديشنز بتاعه دي، ايه انواعها وتفاصيلها، وهناخد توبكس خاصه بيها. بعد كده هناخد حاجه اسمها اللايت. اللايت يا جماعه دي سام بروبرتيز معينه، اخدتوها في ميدل، هناخدها بتفاصيل اكتر السنه دي بدون اي مشاكل وبدون اي تعب عشان ما حدش يقلق. اول حاجه هناخدها في اللايت ازاي بيحصل ريفليكشن، وتاني حاجه ريفراكشن، وهيتفضل معانا حاجتين كمان اسمهم انترفيرنس وديفراكشن، ممكن يكونوا جداد عليك، ممكن يكون عديت عليهم مرور الكرام. لكن اللي اقدر اقوله لك ان السنه دي هتبقى سنه مختلفه عن السنه اللي فاتت، فيها تفاصيل كويسه، وخصوصا على الموقع هنا هتبقى انت في كونتاكت معانا تقدر تتواصل بيه. بعد كده شابتر 3 بالنسبه لنا هيبقى حاجه اسمها هيدروداينامكس، ازاي الفلويدز بيحصل لها موشن، الموفمنت بتاعه الفلويدز بتتم ازاي، وهندرس حاجات كده بسيطه ومنها حاجه اسمها الفيسكوستي عشان تتعلم ازاي الفلويدز نميزها عن بعض من حيث الفيسكوستي. ده منهج الترم الاولاني، انا بسطته لك في توبكس بسيطه، وان شاء الله مع الدراسه هنبسط التفاصيل عشان ما حدش يتخض. اهم حاجه عندي السنه دي انك تكون متفائل، سواء كانت السنه دي داخله ضمن المجموع او مش داخله ضمن المجموع، في الحالتين انت معانا هتكون مطمن. ليه؟ لانك هتتعد اعداد كويس قوي في الشرح، واعداد كويس قوي في حل التمارين اونلاين معانا على السايت، وبعد كده فيديوهات هنحل فيها معاك التمارين دي كويس قوي، واستعداد انك تجيب سكور عالي في الماده بتاعتنا وفي المواد التانية. طب بعد ما تجيب سكور وتوفق ان شاء الله بدرجات عالية وان شاء الله يكون فول مارك في كل المواد، اول حاجة لو السنة دي دخلت ضمن المجموع انت كده كسبان، لان المجموع ده هيفيدك في دخول الجامعة اللي انت نفسك فيها في الكلية اللي نفسك فيها، سواء كانت جامعة حكومية او خاصة. النقطة التانية، لو كانت السنة دي مش داخلة ضمن المجموع، انت استفدت ان انت استعديت استعداد تام جدا للسنة اللي جاية اللي هتبقى السنة الفاصلة والحاسمة في المجموع بتاعك، اللي برضو هيأهلك للكلية اللي انت عايزها في الجامعة اللي انت عايزها. فاذا مش عايزكم تخافوا، وان شاء الله هتكون السنة دي سعيدة علينا كلنا، علينا وعليكم ان شاء الله، بالاستعداد الجيد اللي احنا عاملينه في موقع الخطة التعليمي، علشان في الاخر الطالب يستفيد، وان شاء الله بامر الله كلكم تجيبوا الفول مارك في كل المواد. يلا بينا نبتدي مع بعض اول ليسون في اول شابتر في المنهج بتاعنا للترم دوت في مادة الفيزيكس. واللي برضو عايز أكد عليكم، ولا هي مرعبة ولا هي فيها أي حاجة، إن شاء الله مع الفهم والتفكير هتبقوا كلكم بيرفكت، وهتبقى المادة دي أسهل مادة عليكم إن شاء الله. يلا بينا بقى نبتدي كده بالورقة أو القلم، أول حاجة وهي الويفز.
ونبتدي مع بعض يا جماعة دلوقتي بعنوان الويف. قبل ما ابتدي معاكم في البي دي اف ده بالذات، عايز اوضح لكم حاجة صغيرة قوي تاخدوا بالكم منها. انا مش عايز اعتمد اعتماد كلي على القراية من هنا بس، انت لازم تجيب كتاب الوزارة وتقرأ فيه. لو لقيت المعلومات اللي عندي هنا كفاية، برضو ارجع لكتاب الوزارة اقرأ فيه، هتلاقي معلومات قيمة جدا. اقرأ بتركيز، لان هو ده الكتاب اللي هيبقى معاك جوه اللجنة، وده اللي هيتراجع منه ليلة الامتحان وطول السنة. المعلومات اللي عندك في البي دي اف هي اللي هتساعدك وانت بتحل التمارين، عشان كده هنشرح عليها عشان التبسيط مش اكتر. لكن انا مش لازم اقعد اكتب لك في البي دي اف كل الكلام اللي مكتوب في كتاب الوزارة، وفي الاخر انت هتطلع في الاخر عندك كتابين زي بعض. يبقى انا اشتغل بالبي دي اف للفهم والتركيز، وارجع لكتاب الوزارة اساس عندي في الموضوع. نبتدي بقى واحدة واحدة نقرأ مع بعض ونشرح في الجزء الفاضي اللي على اليمين دوت التفاصيل بتاعتنا. اول حاجة، يعني ايه كلمة ويف؟ يعني انا لما اجي ابتدي واقول ويف، كل ما حد تقول له ويف يعمل الشكل ده كده في خياله، يقول لك حاجة عاملة كده. ايه بقى حاجة عاملة كده دي؟ طب ممكن حاجة دماغك بتروح للبحر، البحر الموجة بتاعته بتعمل بالمنظر ده، يعني حاجة بتطلع وحاجة بتنزل. طيب بص معايا كده على الشكل ده، ايه رأيك؟ الشكل اللي موجود عندك ده شكل بحر مرسوم بالايد. عبارة عن ايه؟ اي حد تسأله ايه البحر ده بتعمله بالمنظر ده ليه؟ يقولك اصل البحر كله موجات، يعني كله ويفز. فمن هذا الشكل وصلنا ان الويف الديفينيشن بتاعها بيترسم كده. طب ده يتوصف ازاي؟ هقولك بص يا سيدي، هات حبل واعتبر ان البارتيكلز بتاعت الحبل دي لازقه في بعضها كده. انا هنا برسم للتوضيح، هي في الحقيقه مش بتبقى عامله كده، انا بوضح لك الفكره بس. تعالى بقى واحده واحده كده ونرسم مع بعض ايه اللي هيحصل لو حصل هنا حركت اول طرف من اطراف الحبل، حركت ده لفوق وهو طالع لفوق كده، هياخد دي معاه لفوق، ودي تاخد اللي جنبها، ودي تاخد اللي جنبها، ودي تاخد اللي جنبها. طب ده وهو طالع لفوق هيشد ده لفوق معاه، وبعدين ده يبدأ يرجع ينزل تاني، وده يفضل فوق شوية، يبقى ده طلع فوق وده نزل، وهكذا. ده لسه طالع وده لسه طالع بيحصله. هلاحظ ان البارتيكلز دي طالعة لفوق ونازلة لتحت، واللي جنبيها طالعة لفوق ونازلة لتحت، ودي طالعة لفوق ونازلة لتحت، ودي طالعة لفوق ونازلة لتحت، ودي طالعة لفوق ونازلة لتحت. انت عمال تكرر في الكلام كتير قوي كده. لا انا مش بكرر لك الكلام، ركز على كل بارتيكل يطلع وينزل وياخد اللي جنبه، يطلع وينزل وياخد اللي جنبه، يطلع وينزل وياخد اللي جنبه، هتلاقي الشكل بقى عامل بالمنظر ده. لو مش واضح كده ركز معايا، بص هنغير اللون نفهمها مع بعض. ها ايه رايك؟ مش واضحه نتقل الخط. المهم عندنا ان انت في الاخر تكون فاهم. ادي المنظر، ها وفي كده كمان، تعالى ناخد المنظر ده احلى. يلا بينا، بص بقى الشكل العام بقى عامل ازاي، هيطلع عامل كده. يبقى انت دلوقتي كل البارتيكلز دي هيحصل لها ايه؟ هتطلع وتنزل، يعني تطلع لفوق كده وتنزل لتحت، يعني حصل لها حاجة اسمها disturbance. حصل لها حاجة اسمها ايه؟ disturbance. يعني ايه disturbance؟ بالعربي يعني اضطراب. اضطراب يعني حاجة عمالة تتذبذب حوالين مكانها، بيحصل vibration. يعني اقوله vibration، ما هو vibration زي disturbance، بس ان في vibration بحركة منتظمة، disturbance هو انتقال من مكان لاخر، ان انت قاعد مضطرب متوتر، بيبقى انت كده في ايه؟ عمال تترجرج في مكانك. فده اللي بيحصل هنا بالنسبة للبارتيكلز بتاعت روب او ثريد. يعني انا بقولها لك ببساطة حبل عشان عايزين نفهم الموضوع، احنا مش بنحفظ واحنا بنشتغل. ناخد الديفينيشن بالراحة كده بقى ونبتدي نقول it is a disturbance that propagates
طبعا الديستربنس ده اتنقل للي جنبه للي جنبه للي جنبه للي جنبه للي جنبه، يعني الفايبريشن اللي بيحصل هنا بيتنقل للي جنبيه للي جنبيه. اوكي، يعني كل اللي حصل ده عمال يتنقل. طيب لو ما كانش في حبل وانا ماسك بارتيكل واحد بس وعمال اعمله كده وجوه سبيس، يعني مفيش اي مولكيولز او اي ميديوم، يبقى انت في الاخر ده في حاجه هتتنقل؟ لا، مفيش حاجه هتتنقل للجنب التاني. يبقى لازم يحصل بروباجيشن، بس بشرط البروباجيشن ده يكون جوه ميديوم. يبقى disturbance that propagates يعني ينتشر and transfers the energy in the direction of its propagation. تعال نعيد تاني كده بالراحة اللي احنا فهمناه من الديفينيشن ده. بص معايا كده، disturbance. اوكي، disturbance يعني حاجة كده تطلع فوق وتنزل تحت. جميل. لو انا عندي حبل رب، الحبل ده متثبت في الحيطة كده، وانا مسكته بايدي رحت ايه رفعته لفوق ورحت منزله لتحت، هيبدأ يطلع وينزل. بس وهو بيطلع وبينزل بيعمل propagation للي حصل الديستربنس فيه. يبقى ديستربنس اللي حصل في الحبل بتاع البارتيكلز بتاعت الحبل عمل ايه؟ propagation. يبقى it is disturbance propagates يعني اضطراب ينتشر وينتقل and transfers ينقل معه the energy. ايه بقى الانرجي دي جت منين؟ اقول لك، مش احنا هنا في particle احنا ماسكينه بايدينا؟ البارتيكل ده لما اطلع ايدي لفوق يطلع معايا، بس انا وانا بشده كده عملت فورس ومشى ديستانس، يبقى في ورك دان، والورك ده بيتحول لايه؟ لانرجي. يبقى لازم نفهم يا جماعه ان الويف جايه نتيجه انرجي بتكون سبب في الفايبريشن عن طريق الورك اللي هو الديستربنس في البارتيكل اللي حصل هنا، والورك ده عمل ديستربنس اتنقل خلال الروب او الثريد او سترينج، يعني خلال ماتيريال. نركز قوي. طب افرض انا اتكلمت ان جنرال وقلت لك وايرلس ويف، هناخدها في تايبس اوف ويف ان هي نوعها اسمها الكترومغنيتك. يبقى الكترومغنيتك ويفز مش بتحتاج روب او ثريد او ميديوم. طب معنى كده ان الانرجي اللي بتحصل مش هتتنقل؟ لا هتتنقل، والا كانت موجات الموبايل ما توصلناش بقى في الموبايلات بتاعتنا، موجات الاذاعه والتلفزيون ما توصلش. هي هتتنقل ومعاها الانرجي بتاعتها ومش محتاجه ميديوم. اذا احنا ان جنرال في انرجي هتتسبب في وجود ديستربنس، والديستربنس ده هيحصل له بروباجيشن يعني بروباجيتس، وبعد كده ياخد معاه الانرجي في الدايركشن بتاع البروباجيشن. يعني لو هو ماشي كده الانرجي بتروح معاه كده، طب لو هو ماشي كده الانرجي هتروح معاه كده، بينقل الانرجي في الدايركشن بتاع البروباجيشن. تعال بقى ناخد فكره عامه. لو انا عندي هنا بالمنظر اللي موجود في الفيجر اللي على الرسم ده اللي على الجراف سوري اللي على البي دي اف، هنا نقطه ميه كده، دي اتكونت منين؟ ان حاجه اتحدفت على ستاتيك ووتر، يعني ميه قاعده كده في مكان ثابت، هنا في كونتينر، رحت جبت ستون، خلي بالك ستون، رحت جاي رميها كده، اول ما تقع هنا بتعمل هنا ايه؟ ويف كده، وبتعمل هنا ايه؟ ويف كده. بس ده مش في الليفت والساي في الليفت والرايت في السايدز دي بس، لا اول دايركشن. بص المنظر هنا الويفز في كل الدايركشن، عشان كده سميناها ايه؟ بروباجيشن. بيحصل بروباجيشن للويف وبتاخد معاها الانرجي اللي جت من الستون اللي اتحدف هنا. يبقى نركز كده، لو في هنا ستون اتحدف كده وقع هنا، هياخد الانرجي
اللي جت من الستون والخبطة بتاعته هنا كده تتنقل مع الويف وتفضل ماشية ماشية لغاية آخر مكان هتوصل له. يبقى ده شكل الويف. يبقى من المنظر ده عرفنا ان الويف هي عبارة عن ديستربنس، حاجة بتطلع وتنزل، والديستربنس ده بروباجيت يعني بينتشر في كل الانحاء حوالين المكان اللي حصل فيه الديستربنس، وترانسفير الانرجي اللي تسببت في الديستربنس ده عن طريق ورك معين ضل ها ان ذا دايركشن اوف اتس بروباجيشن. يعني لو ماشى كده هياخدها معايا، ماشى كده هياخد الانرجي معايا، ماشى كده هياخد الانرجي معايا، ماشى كده هياخد الانرجي معايا. طبعا الناس كده هتبدا ايه ما تركزش في اللي احنا كاتبينه كده، بقت الدنيا ايه اوضح. نرجع بقى نكمل الشغل بتاعنا. لما اجي اتكلم بقى على الويفز لازم اوضح نقطه معينه. الويفز لازم نقسمها لايه؟ تو تايبس اوف ويفز، نوع اسمه ميكانيكال ويفز اختصرها كده، ونوع تاني اسمه الكترومغنيتيك ويفز وبتتكتب ساعات كده EM أو E small M كده أو كده صح، ودي اختصار لميكانيكال. طيب ايه بقى اللي هنفرقه ما بين ده وما بين ده؟ حضرتك هنركز على دي النهاردة، والفيديو اللي جاي هنشرح دي مش بتاخد وقت طويل في الشرح لان انت مش هتتسأل هنا كتير على قد دي، يبقى دورنا نوضح ده اكتر، وده هنوضح لك بما يخص المنهج عشان ما نوجعش دماغك والناس تفضل تقول الفيزيكس مادة متعبة والفيزيكس مادة مقرفة. انا اسف في التعبير لكن ده اللي احنا بنسمعه وده اللفظ الدارج عند معظم الطلبة، هي ولا هي متعبة ولا هي فيها مشاكل، هي محتاجة بس تتفهم وتتوضح للناس بطريقة كويسة، وادينا بنجتهد وانا عن نفسي ببذل مجهود على قد ما اقدر في الاطلاع على المعلومات العامة عشان اربطها في الفيزيكس، عشان اقول لك حياتك والفيزيكس حاجة واحدة. تعال نبص كده واحدة واحدة دلوقتي على انواع الويفز ونركز على الميكانيكال ويف. الميكانيكال ويف هنتكلم فيها قدام شوية في الفيديو اللي جاي عن نوعها اسمه ترانسفيرز او لونجيتيودنال، او ساعات ناس بتنطقها لونجيتيودنال مش فارقة، لكن هي لونجيتيودنال بتنطق اكتر. هنا الالكترومغنيتيك ويفز ترانسفيرز اونلي، ده مش هنفهمه النهاردة عشان مش عايز ايه الخبطك، انت بس تفهم يعني ايه تايبس اوف ويفز تنقسم الى ميكانيكال ويفز والالكترومغنيتيك ويفز. عايزين ندي ديفينيشن للميكانيكال ويفز. بص هنا الديفينيشن بتاع الويف فوق وبص الميكانيكال ويف. حضرتك احنا قلنا الويف بنرسمها كده جميل قوي، تحصل فين؟ في البحر. طيب ركز معايا كده، ولو قلت لك ساوند ويف، ساوند ويف الناس معظمها بترسمه بالمنظر ده يا مستر ذا لايت، لا اعتبر ان هنا في سماعه سبيكر، السبيكر ده او مايكروفون اللي الراجل بيقعد ينادي بيه في الشارع او بيبقى موجود في اماكن فيها اذاعه. الويفز بتاعه الساوند ليه بنرسمها كده؟ ليه بنرسمها بالمنظر ده؟ هنفهم بقى التفاصيل دي، بس تعال نركز. دي بتحصل في الووتر وده بيحصل في الاير مثلا. اوكي انت هنا سواء الويف دي او الويف دي هنسميهم ميكانيكال ويفز ليه؟ اقول لك، اولا في ديستربنس، جميل، يبقى في ديستربنس هنا في الديفينيشن بتاع الويف ده جنرال ديفينيشن، ده سبيسيفيك ديفينيشن ميكانيكال ويف. بنختص الديفينيشن ده للميكانيكال ويف ليه؟ هقول ديستربنس بروباجيتس بس بشرط ان ماتيرياليستيك ميديا. يبقى بعد اذن حضرتك لازم وانت بتذاكر تاخد بالك من الجمله دي، بروباجيتس ان materialistic media. ايه بقى؟ اوساط مادية، يعني water materialistic media و air materialistic media، يعني في particles و molecule، انما برا الكرة الارضية برا في الفضاء الخارجي space. معنى كده ان الساوند ما ينفعش يتنقل في السبيس، لان حضرتك عند سطح المون ما تقدرش تستخدم الساوند ويفز عشان تتكلم مع حد. امال هتعمل ايه عند المون؟ هتستخدم حاجه اسمها وايرلس
كوميونيكيشن. كده هنتكلم في الوايرلس ويفز اللي هي نوع من انواع او اكزامبل على الكترومغنتيك ويفز في الفيديو اللي جاي. لكن انا بديك اكزامبل هنا على ان الساوند ينفع في الاير، ينفع جوه الووتر، لكن ما ينفعش يعمل بروباجيشن فين؟ في المون. وهنفهم ده بالتفصيل تباعا واحنا بندرس الموضوع. طيب يبقى انا فهمت دلوقتي ايه الفرق ما بين الويف as a general definition وميكانيكال ويف، على ان ده definition مخصوص للميكانيكال ويفز. يبقى لازم اكتب propagates in materialistic medium، وده مهم قوي لو جالك سؤال choice اختار بقى. لو جالك سؤال choose وقال لك ايه اختار choice الصح. sound wave need materialistic medium doesn't need materialistic medium propagates in or on moon surface. ما ينفعش، هو لازم يبقى فيه materialistic medium. طب ليه؟ اصل الساوند ويفز ميكانيكال ويفز وبيحصل لها بروباجيشن ان ماتيريالستيك ميديومز اون ميديا اونلي، يبقى مفيش ميديا فوق السيرفيس بتاع المون. شكرا. سبيس مفيش اي مولكيولز تنقل لك الانرجي او يحصل ديستربنس فيها. يبقى هنا لازم اخش معاك بقى في حته مهمه جدا. ميكانيكال ويفز عشان تحصل لازم يكون في كونديشنز. يبقى حضرتك هنا عندي conditions علشان الميكانيكال ويفز تحصل. بص كده بقى معايا conditions of occurrence of mechanical waves. مش شرط تجيلك في الامتحان بنفس الكلمة، ممكن يقول لك mention conditions of mechanical waves occurrence. يبقى انت عشان تحقق وجود mechanical waves اول حاجة انت محتاجها هي ايه؟ لازم source يعمل vibration، يبقى vibrating source. طب تعال ناخد كده توضيح بسيط. vibrating source احنا قلنا نجيب سماعة بتاعت اي horn او speaker بتاع computer اي حاجة يعني، ده بيطلع الويفز كده. جميل قوي. طب افرض انا مفيش اي صوت طالع منها، لازم تبقى عارف ان انا بتكلم على حاجة مصدر للصوت. تعالى كده ارسم موبايل. ده حصل انه بيرن، عشان يرن احنا بنرسمه في الكرتون كده. لو ما عملناش كده يبقى مفيش ايه حاجة بترن، يبقى الموبايل ما رنش ما طلعش صوت. يبقى لازم الفايبريتنج سورس يكون موجود. لا، وكمان لازم يحصل ديستربنس. بس تعالى كده جرب تطلع فوق سطح المون ومعاك الموبايل وخلي اي حد يرن عليك. طبعا فوق سطح المون مش هيبقى فيه اي شبكة ولا فيه اي اتصال، لكن هنفترض ان انت وزميلك واخدين جهاز توكي 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 مع بعض وحاطينه قصاد بعض كده وبتتحاولوا ترنوا عشان تتواصلوا مع بعض. او خد اي جهاز، خد الموبايل معاك وشغل اي اغنية على الموبايل. هل الموبايل فوق سطح القمر هتسمع الاغنيه كده طالعه وبتطلع لك صوت وزي الفل زي على سطح الارض؟ استحاله. يعني انت الميكانيكال ويف مش هتتحقق فوق المون علشان مفيش ميديوم. يبقى تاني حاجه في الكونديشنز هيكون عندك رقم واحد سورس يعمل فايبريشن، لكن تاني حاجه ميديوم. يبقى انت لو معاك سورس ومعاك ميديوم هتحقق ميكانيكال ويف. بس لا، لازم ده السورس يعمل vibration، يعني لازم يعمل disturbance، لازم يطلع صوت. يبقى أنا دلوقتي ثلاث شروط مهمين. رقم واحد source of vibration أو vibrating source يعمل لي vibration. مش شرط vibration بتاع الموبايل اللي انت بتحسه الرجة اللي بتحصل في الموبايل دي، لا، قصد الفايبريشن ان السماعات نفسها اي سماعه بتلاقيها بتقعد
تروح وتيجي الورق بتاعها من جوه، ده اللي بيسبب لي الساوند اللي انا بسمعه، واللي بيوصل للاير درام جوه وهي نفسها بيحصل لها كده، وتبقى اشارات عصبيه، اشارات كهربيه للمخ، والخلايا العصبيه بقى بتبدا تترجم مع المخ الكلام ده. انا يهمني، انا مش هتحول لموضوع بايولوجي، لكن انا هتكلم في نقطه مهمه، ان الفايبريشن في السبيكر اللي بيحصل ده هو سبب ان بيحصل ديستربنس في المولكيولز، بص معايا كده، بتاعه الميديوم. ودي لما يحصل ديستربنس يبدا يحصل بروباجيشن في دايركشن معين، مش هيتحقق ده كله غير في وجود مين؟ ميديوم. يبقى انا محتاج نمبر 1 سورس، نمبر 2 ميديوم يتحقق فيه البروباجيشن للديستربنس والانرجي تمشي جواه. طيب سورس وميديوم لكن مفيش اي صوت طالع، يبقى ما حصلش الديستربنس المطلوب. يبقى دي نقطة مهمة رقم 3، ركزوا معايا هنا، دي نقطة مهمة بالنسبة لي. سورس وميديوم بس ما ينفعوش، سورس وديستربنس بس برضو ما ينفعش. ادي سورس على سطح القمر، موبايل بيشغل او ام بي 3 شغل، مش عارف اسمع حاجة رغم ان الديستربنس موجود لان مفيش ميديوم. يبقى لازم يكون عندي التلاتة موجودين. يبقى الكونديشنز اوف ميكانيكال ويفز تلات حاجات مهمين، سورس وميديوم ينقل جواه الفايبريشن او الديستربنس، وديستربنس يحصل، من غير كده مش هيتم حدوث الميكانيكال ويف اللي ابسط مثال ليها هو مين؟ الساوند. وده اهم واحد بينفع يتشرح عليه الجزء ده، لان انا قلت لك عندي حبل وهزيته هيحصل فيه ويف ولا مش هيحصل؟ هيحصل. طب الويف هتحصل ازاي؟ هتحصل ازاي؟ عن طريق الديستربنس في مين؟ في الجزئية دي. طيب انا دلوقتي وانا رايح اخترت ان انا اشرح على الويف دي الديستربنس. طيب حصل هنا وانا فوق سطح القمر، جبت حبل ورحت عملت نفس الحركة دي، هيحصل ويف ولا مش هيحصل؟ هيحصل بقى. ليه؟ اولا هنا source of vibration، جميل، انا حركت ايدي كده وكده والحبل بدأ يتحرك معايا زي ما انت شايف باللون الاسود كده، فين الميديوم اللي هيحصل فيه؟ السيرفس بتاع المون مفيش فوق ميديوم زي الاير عندنا، لكن هنا في حبل وده هو الميديوم اللي البارتيكلز بتاعته هتطلع وايه وتنزل. يبقى انا حققت ميكانيكال ويف على سطح القمر بس في وجود سترينج او ثريد او روب اللي هي ماتيرياليستيك ميديوم، مش المولكيولز اللي موجوده في الانفلوب، لان اوريدي مفيش مولكيولز هنا، مفيش اي مولكيولز، والا كانت ساعدتني في انتشار الصوت على سطح القمر. تمام كده؟ يبقى دي نقطة تانية بتساعدنا على التركيز، source وميديوم، ولازم اعمل ايه؟ disturbance. دي كده بالنسبة للجزئية الاولانية. تعال ناخد examples بسيطة على source اللي هيعمل لي vibration. بص كده معايا مين ممكن يحقق معايا الموضوع ده. بص كده معايا هنا simple pendulum، ده مهم قوي عندي ان انا اشرحه لك دلوقتي. ليه؟ حضرتك كمان ثانية هناخد حاجة اسمها oscillatory motion. طب ما انا اشرح البندلم دلوقتي واشوف ده بيعمل ايه وهو بيتحرك. اولا مكانه الطبيعي هنا، بسمي المكان ده equilibrium position، original position، rest position، كل المسميات دي على المكان ده. لو انا شديت البندلم بول كده او الاوبجكت اللي مربوط في الروب او الثريد او السترينج كده مسافة صغيرة كده عن الاوريجينال بوزيشن، الراجل ده هو رايح بيزق معاه بارتيكلز بتاعة الميديوم اللي جنبيه، ما هو في سراوندينج ميديوم حوالين البول دي يا شباب، لازم نركز، دي مش موجودة في سبيس، دي موجودة عندنا هنا على سطح الارض، يبقى فيه بارتيكلز وهو رايح بيزق مع البارتيكلز دي، يبقى عمل ديستربنس للبارتيكل بتاعت الميديوم، بارتيكلز بتاعت الميديوم. طب وهو راجع بيزقها تاني، طب وهو جاي الناحيه دي برضه بيحرك معاه البارتيكلز الناحيه دي،
يبقى الراجل ده عمال يعمل disturbance وهو رايح وهو جاي، يبقى عمال لي vibration رايح جاي، يبقى انا هنا vibrating source حياتي في ايه؟ simple pendulum. برضك ال vibrating او ال tuning fork vibrating string كل دي examples. لكن انا بركز على ده عشان مين؟ التوبيك اللي جاي على طول. تعالى بقى ركز كده معايا، ناخد حاجة اسمها oscillatory motion. ايه oscillatory motion؟ بالعربي الحركة الاهتزازية، يعني حاجة انا ماسكها بايدي من طرف والطرف التاني فيه object عمال رايح وجاي رايح وجاي، يفضل يتحرك لغاية ما يوصل لنقطة معينة هنا ويرجع تاني يعدي على المكان ده، بس للأسف ما بيقفش في مكانه، بيرجع يروح الناحية التانية ويتحرك لغاية position شبه ده بس على السايد التاني، ونبعد هنا distance معينة برضو هيبعد هنا نفس الديستانس. هنبدأ ناخد بقى الاوسيليتري موشن دي بالتفاصيل دلوقتي. اولا انا قلت ايه من شوية؟ object ماله بيتحرك لغاية مكان معين ويرجع يعدي على المكان الاصلي ويكمل يروح لمكان مشابه للمكان المعين ده بس على السايد التاني. يبقى نراجع كده oscillatory motion definition بيقول ايه؟ It is object's motion at the two sides of its original position. يبقى على جانبي على الجنبين بتوع البوزيشن الاصلي اللي احنا قلنا عليه اهو. يبقى البوزيشن ده اللي انا قلت عليه rest position, original position, equilibrium position هو ده على التو سايدز بتاعته بتحصل oscillatory motion. يبقى it is object's motion at the two sides of its original position and repeated in equal intervals of time. حتى دي مهمة شوية. هل هو بيوصل لغاية هنا في ثانية ويرجع يوصل للجنب ده نفس الديستانس في ثانيتين او في نص ثانية؟ لا، لازم نركز قوي بقى في النقطة دي يا جماعة. يعني ايه دلوقتي انا بروح هنا في تايم وروح هنا في تايم مختلف؟ استحالة، طالما نفس السبيد ورايح جاي واوسيليتري موشن عشان تتحقق، بص زي القلم ده كده رايح جاي رايح جاي بيروح، ده الريست بوزيشن، بص كده بالظبط ادي الريست بوزيشن رايح وجاي رايح وجاي رايح وجاي، ده الريست بوزيشن او الاوريجينال بوزيشن، راح ديستانس معينة في سكند يبقى يروح الناحية التانية نفس الديستانس في برضه في سكند، لو راح هنا في هاف سكند راح هنا في هاف سكند، راح هنا في ملي سكند راح هنا في ملي سكند، يبقى لازم repeated at equal in equal intervals of a of time. والاكزامبل هنا واضح بالنسبة لكم بالتفصيل ماشي ازاي. هيبتدي بقى يشرح لنا حاجة تانية اسمها فيز. ايه بقى كلمة فيز دي؟ تعالى نوضحها بطريقة كويسة. ادي الاوبجكت اللي بيتحرك اللي هو البندلوم، سيمبل بندلوم ده، وهو رايح كده في بندلوم تاني جنب منه، الاتنين رايحين كده مع بعض، ده وصل لغاية هنا وده كمان وصل لغاية هنا، ده ليه بوزيشن وده ليه بوزيشن، البوزيشن ده اللي هو عامله نفس ده بالظبط، يبقى راح لغاية النقطة دي وده راح لنفس النقطة، بتبعد نفس المسافة من original position وده بتبعد نفس المسافة من original position واتجاههم لسه هيكملوا في الدايركشن ده، يبقى دولت عندهم نفس الفيز. يبقى انا اتكلمت بحاجتين، ركز معايا، اتكلمت بحاجتين دلوقتي، اول حاجة اسمها ايه؟ position، تاني حاجة ايه؟ direction. يعني لو عندي اخونا التالت هنا كان موجود هنا وقعد على نفس النقطة دي، بص بقى دلوقتي وهو الدايركشن بتاعه كده، ده وده سيم فيز، ده مش ذا سيم فيز. ليه مش نفس البوزيشن؟ اقول لك، ده سيم بوزيشن اند دايركشن يبقى ده سيم فيز، وده سيم بوزيشن بس الدايركشن بتاعه بيتحرك عند النقطه دي وهو نازل، يبقى ده مش سيم فيز. يبقى
لو قلنا pendulum A pendulum B same phase, pendulum C مش same phase, pendulum 1 pendulum 2 same phase, pendulum 3 مش نفس الفيز. وده كان التوضيح بتاعنا يا جماعة علشان نفهم يعني ايه فيز. يبقى لما اجي اقول لك ايه مفهومك للفيز، الفيز بالعربي طور او وجهة، او يعني انت دنيتك ماشية ازاي، انت وصلت لاني مرحلة. بس بشرط بتحتاج تحدد البوزيشن بتاع الاوبجكت والدايركشن. يبقى عشان تدي ديفينيشن صح لازم تديفاين البوزيشن فين والدايركشن ماشي ازاي. بس بص معايا على الاشكال دي A B C D، choose two positions او two objects او two points have the same phase. اقول A البوزيشن بتاعها اهو ونازل حلو، B نفس البوزيشن بس طالع يبقى مش same phase. طب C هو direction غير الدايركشن، بس نفس الديستنس، ممكن اقول نفس الديستنس كبوزيشن لكن مش نفس الدايركشن، برضو ما تنفعش. لكن الدي بص الدي اند اي هاف ذا سيم بوزيشن، عشان كده هلاحظ ان الاي والدي هما سيم فيز، سيم بوزيشنز سيم دايركشنز، يبقى خلاص سيم بوزيشن وسيم دايركشن يبقى سيم اي سيم فيز. فهمنا كده يا جماعه؟ طيب نرجع بقى لنقطة مهمة. احنا قلنا دلوقتي oscillatory motion ده definition عن الحركة اللي بتحصل في simple pendulum. نبدأ ناخد topic مهم جواها complete oscillation، ما رضيتش اتكلم عنه الا لما اوضح الاول يعني ايه phase، واتكلمنا عن نقطة الفيز ووضحناها ان هي ايه position and direction. أعزائي الطلبة هنكتفي النهاردة بهذا القدر، على وعد ان في الفيديو الجاي هنبتدي من نفس النقطة وبنقسم الفيديوهات دي علشان انتوا ما تتشتتوش وتبقى الكمية مناسبة على قدر استيعابكم ان شاء الله. بنوعدكم الفيديو القادم هتكون فيه حاجات كويسة هتبسطكم قوي قوي قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.